طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي على يعني مجموعه كده من الاخبار الحلوه، وبطل مصر في تنس الطاوله عمر عصر اللي حقق انجاز غير مسبوق في الاولمبياد بتاهله لدور ربع النهائي عشان يواجه النهارده الصيني ما لونج المصنف رقم 3 وصاحب ذهبيه ريو 2016 وبطل العالم 3 مرات. عمر عصر طبعا من لعيبه النادي الاهلي المميزين في تنس الطاوله سابقا، وهو حاليا لاعب محترف في المانيا، وكان فاز قبل كده بذهبيه البطوله الافريقيه العام 2005، وكمان فاز بالمركز الثاني ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان، الكلام ده كان سنة 2000، وفي مارس 2018 نجح عمر عصر في التتويج بالبطولة الأفريقية في كينيا وتأهل إلى كأس العالم 2018. ده خبر